مرحبا بكم. مع تطبيق جديد خاص بتعليم اللغة الفرنسية وتعلم الكثير من عبارات الحديث للمبتدئين، وأيضا عبارات متقدمة جدا ومطولة للحفظ أيضا وتعلمها بكل بساطة مع هذا التطبيق الذي يجمع سلسلة كثيرة من الدروس الحصرية، والتي نلاحظ بأنه تم مشاركتها لأول مرة، أي أنها تسجيلات جديدة يتم مشاركتها لأول مرة على هذا التطبيق. هي مجموعة من الدروس التي تبدأ معك من البداية من عبارات الحديث الأكثر تداولا، مثل مرحبا، كيف حالك، أهلا، ثم مرورا بعبارات أخرى أكثر صعوبة، ثم مرورا إلى مستويات متقدمة جدا تحتوي عبارات مطولة وعبارات يجب أيضا معرفتها للحديث في مختلف الحالات بكل بساطة في اللغة الفرنسية. هذا التطبيق كما قلنا لكم يحتوي سلسلة طويلة من الدروس. نضغط على هذه الأيقونة لتخرج لنا لائحة الدروس. كل درس يحتوي مجموعة كثيرة من العبارات، وكل درس ابتداء من رقم واحد نحو الدروس الأخرى. كلما تقدمت في الاستماع للدروس الأخرى كلما وجدت بأن العبارات أصبحت مطولة أكثر، وليست خاصة بكل مبتدئ. العبارات الخاصة بالمبتدئين تبتدئ من رقم واحد ثم اثنان ثم ثلاثة مرورا بمستويات متقدمة. مثلا نبدأ بالعبارات الأولى في الدرس رقم واحد، ونذكر بأن هذا التطبيق يعمل بدون أنترنت، أي أنه لا يحتاج للأنترنت أبدا. سالو، مرحبا. بون ماتان، صباح الخير. بون سوار، مساء الخير. بيانفينو، مرحبا أو أهلا. content de vous voir. من الجيد أن نراك. comment allez-vous؟ كيف حالك؟ je vais bien. merci. كما استمعتم معنا، هذه عبارات خاصة بالمبتدئين مثل مرحبا، كيف حالك، أهلا، مترجمة باللغة العربية أيضا للمبتدئين. وعندما نتقدم مع الدروس نجد بأن العبارات أصبحت عبارات مطولة كثيرا، وأيضا هي عبارة من الضروري جدا تعلمها، مثل Si vous ne vous sentez pas bien, vous devriez voir un médecin avant que votre maladie devienne sérieuse. إذا كنت لا تشعر بأنك على ما يرام، يجب عليك استشارة طبيب من قبل أن يزداد مرضك خطورة. Si vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, ils peuvent envoyer une ambulance pour vous transporter. إذا لم يمكن بإمكانك الذهاب إلى المستشفى، بإمكانهم إرسال سيارة إسعاف ليتم نقل. أحببنا جدا مشاركة هذا التطبيق معكم لأنه يحتوي دروسا حصرية وجديدة جدا في تعليم عبارات الحديث باللغة الفرنسية. كذلك فالتطبيق يحتوي خصائص كثيرة، مثل إعادة عبارة معينة، كذلك تعيين الصوت مثل رنة منبه أو رنة هاتف وغيرها من الخصائص الكثيرة التي يجنونها مقابل كل رقم درس في هذه القائمة. ندع لكم اكتشافها بعد تحميل التطبيق. رابط تحميل التطبيق مجانا أسفل الفيديو أو في الوصف، متوفر حاليا مجانا على متجر جوجل. نتمنى أن يعجبكم هذا العمل، ونتمنى منكم تقييم هذا العمل على متجر جوجل إن أعجبكم، ونراكم مع قادم المشاركات. إلى اللقاء.